عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة، وذلك بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري. وناقش الاجتماع عددا من الملفات التي من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد في المرحلة القادمة كإنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري وتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، إلى جانب إنشاء مقر للاتحاد في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة. من أهم طبعا مخرجات الاجتماع اليوم هو عرض خطة الاتحاد في الفترة القادمة ونشاطه السنة القادمة، وكان أهمها هو إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري. ووافق بالفعل أعضاء السادة الجمعية العامة على البدء في اتخاذ القرارات بشأنها، والموافقة المبدئية على إنشاء الأكاديمية لتدريب القضاء في الدول العربية في مجال القضاء الإداري، وأيضا وافق على تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، لأن زي ما حضراتكم عارف تم رفع جميع الأحكام للدول الأعضاء على هذا الموقع، فوافقت الجمعية على التطوير. وأيضا السنة القادمة تشهد نقل مقر الاتحاد في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، والبدء في إنشاء إن شاء الله الأكاديمية. هي طبعا من أهم الموضوعات الحقيقة التي نوقشت في هذا الاجتماع هو مقترح إنشاء أكاديمية تتبع الاتحاد، وحقيقة هذه خطوة متقدمة في سبيل تطوير العاملين بالأجهزة القضائية بالدول الأعضاء، بحيث يمكنوا القضاة والعاملين بالعمل القضائي من المشاركة والحضور في هذه الأكاديمية للمشاركة للدورات التي ستقيمها بإذن الله. طبعا هو المقترح معروض ونال موافقة جميع الأعضاء. واليوم طبعا احنا اجتماع الجمعية العمومية ناقشت كثير من الأعمال كجدول، فكرة إنشاء أكاديمية يعني تتولى العمل الأكاديمي والقضائي والقانوني الذي هو يعتبر من أنشطة الاتحاد. وأيضا بحثنا انتقال ولاية الرئاسة من دولة الإمارات إلى مملكة البحرين رئاسة الاتحاد، وأيضا تشكل المجلس أو تشكل المكتب التنفيذي للاتحاد.